أنا هنا برضو بالمناسبة أناشد السيد وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة حفظه الله، بقول له يعني إحنا بنتمنى إن بنشفع شفاعة حسنة على الهواء، شفاعة حسنة على الهواء، لأنه الحقيقة نما إلى علمنا إلى أنه قام بإحالة بعض العاملين بالمسجد أو إمام المسجد ومفتش المديرية في إحدى المحافظات إلى التحقيق أو إلى لجنة القيم، لأنهم سامحوا لبعض الصبيان باللهو داخل المسجد إن كان في غير أوقات الصلاة. سماحة منك يا معالي الوزير وشفاعة منا إليك على الهواء مباشرة، نطلب رجاء ويعني وشفاعة أن تسمح لهؤلاء الأئمة الذين أحسنوا الظن بالسماح للأطفال باللهو، البريء المنضبط الذي لا يمثل خروجا على القيم والأخلاق والتقاليد. ما رأي السادة العلماء؟ سيدنا برضو عايزين نفرق أن في فرق بين أن احنا نجعل المسجد وسيلة جذب خاصة للأطفال وصغار السن أو مكان للهو واللعب كما يتخيله البعض أو كما يتصوره البعض. لما بنقول خلي المسجد وسيلة جذب للشباب الصغير والأطفال الصغيرين، أنا أسف أقطع حديثك، شوف يا جماعة الحديث أهو الصفحة متصورة في البخاري والنص قدامك أهو، يلعبون في المسجد الأحباش وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون قدام منك، حديث عائشة أهو بنفس الحديث موجود في كل الكتب الحديث. يعني تفضل يا دكتور. في فرق بين جذب الشباب للمسجد وبين اتخاذ المسجد للعب واللهو، في فرق بين لعب الاطفال في المسجد ولعب الكبار. لما بنقول خلي المسجد وسيله جذب مش معناها يفتح للعب والكبار للناس الكبيره، لا هذا لا يليق طبعا بالمسجد، مش كره قدم طبعا. يعني بالظبط كده، ما احنا ما قلناش كره قدم. بالظبط. في ناس يقصد الشيخ صحن المسجد، في ناس الشيخ قال في كلامه انه يقصد ساحة. الساحات الخارجية خاصة كثير من المساجد كلها، فكل طفل يدخل المسجد يمارس فيه بعض الأنشطة، وما شاء الله وزارة الأوقاف يعني قايمة بالدور ده من فترة كبيرة ما شاء الله، أن هي بتفتح ساحات المسجد وحتى صحن المسجد لممارسة أنشطة دعوية وأنشطة تثقيفية للأطفال، فده شيء مهم جدا ونطالب بان احنا نزوده. اما قصه ان احنا نلبس الامر ونقول ان ده فتح للمساجد على ان هي ملاعب والناس تخش تلعب فيها، هذا لا يليق ولم يقل باحد، وهذا تدليس. ففي فرق بين صحن المسجد وبين ساحه المسجد، في فرق بين لعب الاطفال وجذب الاطفال بالصوره المناسبه للاطفال مش لي انا، كلام متزن، وفرق بين فتح المسجد للعب الكبار. فحضرتك الاطفال ليهم قدرات، ليهم ثقافه معينه احنا بنراعيها داخل المسجد غير الكبار. فزي ما الحديث الحركة يعني تفضلت به، السيدة عائشة كانت حديثة السن والنبي قال راعوا حداثة السن في السيدة عائشة. فالطفل الصغير محتاج ان هو يلهو يلعب، محتاج يفرغ طاقة، فما فيش مشكلة ان يعمل ده داخل المسجد او ساحة المسجد بالطريقة المنضبطة اللي تحافظ على قدسية المسجد. في كتب السنة كانوا النساء الصحابيات ياخدوا أولادهم في شهر رمضان حتى يلهوهم عشان هم صايمين ما يقعدوش في البيت، كان داخل المسجد ويجيب لهم لعب كده يلعبوا بيها في داخل المسجد، داخل المسجد عشان يلهوهم وهم بيدربوهم على الصيام عشان ينسوهم حكاية الأكل والشرب. فلو قعدوهم في البيت هيشغلهم الأكل والشرب، كانوا يدوهم المسجد. الحقيقة طبعا الكلام واضح، نحن نحترم قدسية المسجد ونوقر طبعاً ذلك طبعاً. إنما في نفس الوقت أرجو من يتحدث في السنة أن يتكون متبصرا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يدخل نفسه فيما يجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بقى، وهذه مشاكل لابد من معالجتها والتصدي له. هناك مشكلة أخرى أعمال المسجد. طيب يعني أخذ بس مداخلة في قصة المسجد، أن هناك المسجد له أعمال، أعمال للمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسسها، صلى الله عليه وسلم. لم يكن المسجد فقط للصلاة، يعني أصل وظيفة المسجد وظيفة المسجد له عدة مؤسسة أعمال متكاملة. مؤسسة متكاملة. فالمسجد فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المسجد فيه تعليم، يعني ينبغي أن نعلم الأطفال ونعلم الكبار ونعلم كذا. يعني خبرت أن هناك بعض كثير من القرى، حتى في بعض القرى في مصر، لا يعرفون الصلاة بل ولا يصلون مثلا، فهذا يحتاج إلى تعليم وإلى تعلم. يعني يحتاج تروح المسجد وتجيب الناس وتعلمهم، لأن في ناس بتكسف من كده، فزي سيدنا الحسن والحسين لما كانوا يتعلمون الوضوء وكذا، يريدون أن يعلمون
رجلا بالطريق. إذن المسجد ليس للصلاة فقط، إنما المسجد للتعليم والتعلم، المسجد أيضا لإخراج زكاة المسلمين وأموالهم، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر فخطب وكذا وتكلم في مسألة يعني تصدق رجل من ديناره من صاع بره من صاع تمره. إذن المسجد له كثير من الأعمال وليس عمله فقط مقصور على الصلاة والصيام فقط. كلام الحقيقة يوزن بالذهب، هو الكلام كده. احنا بقى عاوزين نطور رسالة المسجد، ادي كل القصة تطوير رسالة خاصة المسجد، خاصة جذب الاطفال يا مولانا المسجد، ده شيء مهم جدا. أيوه. الطفل لو انا جذبته المسجد وخليته يتعلق بالمسجد وبما يدور في المسجد هيطلع عندي منضبط. احسنت، احنا محتاجين جيل مرتبط بالمسجد، ازاي بقى نحببهم في المسجد؟ نفكر في حوار مجتمعي يساعدنا على المهمة دي.